أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل مسائيتنا لهذه الليلة، حيث استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية السيد سلطان عبد الرحمن المرشد. تطرق اللقاء لمجالات التعاون بين بلادنا وهذه الهيئة المالية. جرى اللقاء بحضور عثمان مامدوكان وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية ومدير ديوان رئيس الجمهورية السيد إسماعيل الشيخ أحمد والسيد يحيى الكبد مكلف بمهام برئاسة الجمهورية، وسفير المملكة العربية السعودية في بلادنا سعادة السيد محمد بن عايد البلوي، والمدير العام لعمليات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالصندوق السيد بندر العبيد، ومدير مكتب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية السيد فيصل الخيشبان. وبعيد اللقاء، أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية أنه استعرض مع رئيس الجمهورية خلال اللقاء آفاق الشراكة التنموية بين الصندوق والجمهورية الإسلامية الموريتانية. تشرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس حفظه الله، واستعرضت مع فخامته العلاقة والشراكة التنموية بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية موريتانيا الشقيقة، والتي تمتد لما يزيد عن 4 عقود، تم من خلالها تنفيذ ما يزيد عن 50 مشروعا وبرنامجا إنمائيا في عدد من القطاعات التنموية، ونتطلع إن شاء الله للمزيد من التعاون في المستقبل إن شاء الله.